بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله لا نبي بعده. Sahabat pecinta Al-Quran semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali bertemu dengan saya Muhammad Wali Al-Khalidi pada kesempatan yang berbahagia ini. InsyaAllah pada pertemuan hari ini kita akan sama-sama melanjutkan latihan membaca Al-Quran, belajar mengaji dengan pelan-pelan. InsyaAllah pada pertemuan malam yang berbahagia ini kita akan membaca surah An-Nahl mulai dari ayat 65 atau tepatnya juz ke-14. InsyaAllah kita akan membacakan 4 halaman seperti biasa dalam sekali pertemuan. InsyaAllah kita akan bacakan juz 14 halaman 274 surah An-Nahl mulai dari ayat 65. Dan bagi jamaah yang belum memiliki PDF ataupun e-book buku tahsin yang lengkap, silakan nanti WA langsung ke nomor kami ke 0852-7544-6954. PDF buku tahsin yang lengkap ini kita bagikan dengan gratis bagi jamaah-jamaah yang senantiasa selalu belajar dan mengikuti channel Tahsinul Quran dan Doa. Jangan lupa subscribe, like dan share channel Tahsinul Quran dan Doa. Kita mulai untuk latihan membaca Al-Quran. Kita awali bacaan kita dari Ta'awudz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون
يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من
بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين
يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاء قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت عزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي
وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تعملون صدق الله العلي العظيم. Nah, alhamdulillah sahabat pecinta Al-Quran semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan tahap pertama, untuk pertemuan ini sudah selesai 4 halaman ya. Insyaallah akan kita lanjutkan ke depan juga pertemuan selanjutnya 4 halaman. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.